مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في برنامج المسابقات حكاية. آلية المشاركة بسيطة كتير، وكل اللي عليكم تعملوه إنكم تبعتوا رسالة نصية فيها الرقم 5 على الأرقام اللي عم تظهر قدامكم على الشاشة، وكل ما بعتوا أكثر كل ما زادت فرصتكم بالمشاركة. وأكيد هالسنة غير، وبدل الجائزة بنهاية الشهر الفضيل في عنا جائزتين. الجائزة الأولى سيارة MGR X5 2022 مقدمة من وكلاء شركة MG في الأردن، الشركة المعاصرة لتزويد المعدات. أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن عرس كامل بغطي كافة التكاليف اللي بيحتاجها العرسان بعرسهم، مقدمة من قاعة جبري، بالإضافة لمبالغ نقدية بألاف الدنانير وهدايا عديدة بانتظاركم يوميا، مقدمة من مجموعة مميزة من الشركات. وهلا صار وقت ان نبدا المسابقه مع المتصل الاول بحلقه اليوم. حسن، هلو، مساء الخير ورمضان كريم. مساء النور. اهلا وسهلا، من وين عم تحكي معنا يا حسن؟ من اربد. من اربد، اهلا وسهلا فيك حسن. قبل ما نشوف دولاب حكايه شو رح يختار لك، بدنا نطلب منك تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون. اوكي طيب تمام، يلا خلينا نشوف دولاب حكايه شو رح يختار لك يا حسن تلعب معنا لليوم. شو اكثر لعبه حابب تلعبها؟ جحا. طلعت لك لعبة القطع المتحركة مع ياسمينة، بس هاي اللعبة أيضا فيها العديد من الجوائز المختلفة. إذا إحنا اليوم عم نشوف ياسمينة، هي موجودة في آسيا وفي دولة مشهورة بثقافتها وتقدمها واللي هي اليابان. ياسمينة زي ما عم نشوفها لابسة زي الياباني التقليدي، وفي أحد البيوت اليابانية هي موجودة. عم نشوف كيف أجواء الساموراي موجودة، هذا اللقب اللي بيتم إطلاقه على المحاربين القدماء في اليابان. أيضا عم نشوف بهاي الصورة في أسلحة يابانية قديمة ظاهرة موجودة بهاي الصورة، ورح يكون في 50 قطعة متحركة. كل اللي عليك تعمله إنك تسمي لي إياهم وتحدد لي وين مكانهم. تمام؟ أوكي. أوكي يلا هاي بلش وقتك 45 ثانية، تفضل. السفينة. السفينة وين موجودة السفينة؟ هاي اخترنا لك إياها. يلا غيره. دل المي. هاي اخترنا لك إياها. غيره. الطفاية. الطفاية. حسن تذكر تحدد لي القطع وين موجودين، هاي ثلاث صناديق من الهدايا. غيره. على شمال الشاشة. أوكي. والوردة اللي بجنب الطفاية على شمال الشاشة. الوردة هاي ما عم تتحرك، بس في وردة تانية بتحب اختار لك اياها؟ طيب هاي اخترنا لك اياها. صندوق من الهدايا، راح عليك صندوق لانه مرق 10 ثواني. غيره. السلم. هاي السلم 50 دينار، برافو. غيره. السمكة. السمكة وين موجودة؟ بالحوض. هاي اخترنا لك إياها 50 دينار تانيين، برافو، قدرت إنك تجمع معنا خلال 45 ثانية 100 دينار، بالإضافة لثلاث صناديق من الهدايا. ألف مبروك لإلك يا حسن. ال 100 دينار اللي ربحتهم وأكيد رح تستلمهم كاش هم مقدمين من زمزم للصرافة، القيمة الحقيقية لا نقودك. أما الثلاث صناديق اللي ربحتهم فخلينا نشوف شو مخبين لك معنا. الجائزة الأولى اللي ربحتها معنا هي جائزة مقدمة من ليدر سنتر، خيارك الأول لكل ما يتعلق بالمنزل. أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن قسيمة بقيمة 250 دينار مقدمة من كلينيك هاجويل عمان. أما الجائزة الثالثة والأخيرة في صناديق الهدايا خلينا نشوف شو هي، وهي عبارة عن باكج فحوصات بقيمة 150 دينار شامل مقدم من مختبرات ون لاب الطبية، مختبرات من أدق وأحدث المختبرات على مستوى المملكة. ألف مبروك لإلك جوائزك. معنا اتصال جديد من موسى. هلو مساء الخير، رمضان كريم. مساء الخير. هلا أهلا وسهلا، كل سنة وأنت سالم. وأنت سالم يا رب. أهلا فيك يا موسى. يلا نشوف دولاب حكاية شو رح يختار لك تلعب معنا اليوم إن شاء الله. واختار لك أيضا لعبة القطع المتحركة مع ياسمينة. واضحة آلية اللعبة موسى؟ واضحة واضحة. طيب تمام يلا 45 ثانية بلشوا هلا، تفضل. المصباح هذا اللي ورا اللي قاعد. المصباح هلا ورا اللي قاعد، ما في مصباح على اخترنا لك إياه. طيب هاي أوكي يلا، هاي اخترنا صندوق من الهدايا. غيره. غيره شو بتختار؟ السيف اللي فوق على الحيط. السيف اللي فوق، هاي اخترنا لك اياه صندوق ثاني، برافو. المكنس اللي ورا ياسمينة. هاي اخترناها، ثلاث صناديق، برافو. الحبل على العمود اللي ورا ياسمينة. هاي اخترنا قنبلة، للأسف خسرتك جائزة. غيره. الرمح اللي عليه الشريطة الحمراء على شمالك. هاي اخترنا لك اياه، أيضا 50 دينار، برافو. شو كمان تختار؟ الكأس. انتهى وقتك يا موسى، وقدرت انك تربح معنا 50 دينار بالاضافه لصندوقين من الهدايا.
ألف مبروك لك، ولكن خلينا نشوف صناديق الهدايا شو مخبين لك معنا لليوم يا موسى. ألف مبروك، ربحت معنا في الصندوق الأول جائزة بقيمة 150 دينار مقدمة من مكان مميز هو جيكوب لامبز بيوتي هاوس. أما الجائزة الثانية فألف مبروك، ربحت دعوة لشخصين بقيمة 100 دينار مقدمة من فندق الرويال عمان في المطعم الآسيوي أو في مطعم تشسترز. ألف مبروك لك. اتصال جديد من محمد، هلو مساء الخير، رمضان كريم. مساء الخير رمضان كريم. مساء الورد، عم تحكي معنا من العراق محمد؟ من العراق، تحية احترام تحية احترام وتقدير لحضرتك يا طيبة ست ليلك، وتحية لكافة كادر قناة رؤية وللشعب الأردني الحبيب. تسلم يا محمد. إعدادا وإخراجا وتقديما. تسلم يا محمد. سعيدين من أشد المتابعين والمعجبين بكم. أهلا وسهلا فيك، وإحنا سعيدين بمتابعتك أنت وأكيد شعب العراق الشقيق، من وجهين له تحية كتير كبيرة ومن عيد عليكم جميعا. العائلة كلها تتابعكم العائلة. يعني سعيدين بهذا الكلام، معناته مدامكم كلكم عم بتتابعوا خلينا نشوف. هذا تصفيق لكم، تصفيق لكم. تسلموا تسلموا، أكيد تحيات كبيرة لكم جميعا، وهلا لازم معناته يكون في حماس كبير عشان تجمع العديد من الجوائز. تمام ان شاء الله. يلا خلينا نشوف دولاب حكايه شو رح يختار لك تلعب معانا لا اليوم يا محمد. نعم، طلعت لك لعبه القطع المتحركه مع ياسمينه، واضحه آلية اللعبه؟ نعم. طيب تمام، 45 ثانيه بلشوا هلا، وحدد لي مكان القطع، تفضل. يلا يا محمد. نعم، اختار المقص. ذاك المقص. ايش المقص؟ اي نعم. هاي اخترناه، هو عبارة عن سكينتين اخترناهم، غيره؟ المنشفة اللي ورا يا سمينة. هاي بلوزة بس اخترناها، غيره؟ نعم. بعد البالونة اعتقد ذيك. البالونة؟ القطة، القطة البيضاء، اي نعم. البطة هاي اخترنا لك اياها، اوكي. القطة القطة. القطة، هاي اخترنا لك كمان القطة، أربع صناديق من الهدايا، برافو يا محمد. البالون. البالون اللي هو اياه يعني البندوره، البندوره عفوا، سمعتها البالون قنبلة للاسف. غيره. انتهى وقتك، انتهى وقتك يا محمد، ولكن الف مبروك، قدرت انك تربح معنا ثلاث صناديق من الهدايا، الف مبروك لا إلك. محمد الإعداد عم بيقدم لك صفقة بأنك تبدل صندوقين من الهدايا وتاخذ 100 دينار بدالهم كاش، هل بتوافق على هاي الصفقة أو بدك صناديقك زي ما هم؟ والله أريد كاش إن شاء الله. بدك كاش، أوكي يا محمد، معناته أنت عندك ثلاث صناديق من الهدايا، بدلت صندوقين بمئة دينار، وهدول المئة دينار رح تأخذهم كاش مقدمين من شركة مدفوعاتكم المشغل الرسمي لنظام إي فواتيركم. أما صندوق الهدايا الباقي لعندك، خلينا نشوف شو رح يخبي لك هذا الصندوق وشو رح تربح معنا فيه. وبدنا نحكي لك ألف مبروك على الجائزة، ربحت معنا تذكرة سفر مجانية مقدمة من الناقل الوطني الملكية الأردنية لوجهات محددة دبي، لارنكا وأثينا. ألف مبروك لا إلك. ولكل متابعينا ابعتوا هلا رسائل، ممكن تكونوا أنتم المتسابقين الجدد. هلا رح نطلع لفاصل وبعده بنكمل في المسابقة. رجعنا ومكملين معكم ومع اتصالاتكم في مسابقة حكاية، ومعنا اتصال جديد من شروق. هلو مساء الخير يا شروق، رمضان كريم. رمضان كريم. اهلا وسهلا فيك شروق، من وين عم تحكي معنا؟ من فلسطين. اهلا وسهلا فيك وباهالينا في فلسطين. يلا خلينا نشوف دولاب حكاية شو رح يختار لك يا شروق لحتى تلعبي معنا اليوم، خلينا نشوف شو الدولاب رح يختار لك. يلا. واختار لك لعبة البطاقات المتطابقة، واضحة آلية اللعبة يا شروق؟ أوه. طيب تمام، يلا بلش وقتك 45 ثانية، تفضلي. 2 و3. الاثنين والثلاث قنبلة، ولكن ما عندك جائزة تخسريها، غيره. 23 24. 23 24 غير متطابقات للأسف. 39 40. 39 و40 صندوق من الهدايا، برافو شروق، غيره. 37 و29. 37 و29. قنبلة للأسف خسرتك الصندوق. 29 27. لا 29 قنبلة، شو رأيك نختار إشي غيرها؟ 21 21؟ آه. وشو؟
22 غير متطابقات. 1 و3 شو رأيك؟ 1 و3 صندوق من الهدايا على آخر ثانية يا شروق، ألف مبروك لإلك هذا الصندوق. خلينا نشوف شو رح يخبي لك صندوق الهدايا وشو ربحتي معانا لليوم. إذا صندوق الهدايا ربحك اليوم معانا نظارة شمسية مقدمة من أوبتيكوس الشامي بقيمة 150 دينار، الحل الأمثل لرؤية أوضح. ألف مبروك لإلك. معنا اتصال جديد من ريما. هلو، مساء الخير، رمضان كريم. رمضان كريم، أهلا أهلا وسهلا فيك يا ريما، وخلينا نشوف دولاب حكاية شو رح يختار لك تلعبي معانا لليوم. يلا نشوف هذا الدولاب شو رح يختار لك. واختار لك لعبة القطع المتحركة مع ياسمينة. واضحة آلية اللعبة؟ طيب تمام. 45 ثانية بلشوا هلا، تفضلي. في ساعة خلفك. هاي اخترنا الساعة، غيره. صندوق من الهدايا. في الكأس. أي كأس؟ كأس خلفك على اليسار. على قصدك الكأس الذهبي اخترناه؟ اوكي يلا غيره. قنبلة. في سحلية. السحلية. هاي اخترناها للأسف كمان. قنبلة غيره. ايش هي؟ الوردة. الوردة اختاروها، غيره. الهواية. طيب غيره غيره، اختار، حاولي تختاري اسرع عشان وقتك. مش عارفه ايش في. ريشه، في جريده. ريشه. الريشه، هاي اخترنا لك الريشه. بدك تختاري قطعه ثانيه؟ انتهى وقتك، انتهى وقتك يا ريما، ولكن الف مبروك، قدرتي انك تربحي معنا وجمعي صندوقين من الهدايا. خلينا نشوف هدول الصناديق شو مخبيين لك. الف مبروك على الصندوق الاول، ربحتي معنا جائزه مقدمه من مجوهرات الزعبي بقيمه 150 دينار، وهي عباره عن حلق وخاتم ذهب، وموجودين طبعا بثمان فروع في شمال المملكه. اما الجائزه الثانيه اللي ربحتيها معنا فهي مقدمه من كشمير كوزماتكس، قسيمه شرائيه بقيمه 100 دينار، واكيد دائما شعارهم ليزيد جمالك جمالا. الف مبروك لإلك. اتصال جديد من غسان. هلو، مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور، كيف اهلا وسهلا. الحمد لله، اهلا وسهلا فيك وانت بألف خير يا رب. يلا خلينا نشوف يا غسان شو رح يختار لك دولاب حكاية لحتى تلعب معنا اليوم. يلا ان شاء الله. واختار لك لعبة البطاقات المتطابقة. واضحة آلية اللعبة صح غسان؟ ان شاء الله. طيب يلا تمام، رح يبدأ وقتك هلا، تفضل. 3 و21. الثلاثة والواحد وعشرين. قنبلة بس ما عندك جائزة تخسرها، غيره. 17 10. السبعتاش والعشرة. قنبلة أيضاً بس ما عندك إشي تخسره. 38. 38. 38 و30. قنبلة للأسف أيضاً يا غسان، غيره. 11 10. الهداش والعشرة غير متطابقات. 11 و12، شو رأيك تجربهم؟ 11 و12. يلا هاي 11 وهاي 12، غيره. 26 و33. 26 و33 غير متطابقات. حاول تذكر بطاقات. 34 و32. 34 وكم؟ انتهى الوقت للأسف يا غسان، ولكن يعني أكيد ربحت معنا صندوق من الهدايا، وخلينا نشوف هذا الصندوق شو مخبي لك معنا يا غسان لليوم. وبدنا نحكي لك ألف مبروك، ربحت معنا قسيمة شرائية بقيمة 150 دينار مقدمة من مؤسسة ربوع على الأردن، وكلاء منتجات بوش الألمانية. ألف مبروك لإلك. ولكل متابعينا ابعتوا هلا رسائل، ممكن تكونوا أنتم المتسابقين الجدد في الحلقات القادمة. طبعا جوائزنا هم عبارة عن جائزتين في نهاية الشهر الفضيل. الجائزة الأولى سيارة MGRX5 2022 مقدمة من وكلاء شركة MG في الأردن، الشركة المعاصرة لتزويد المعدات. أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن عرس كامل مقدم من مطاعم جبري. وهيك بتكون حلقة اليوم وصلت لنهايتها، وهلا رح اترككم مع حلقة جديدة من مسلسل فاتن أمل حربي. ركزوا منيح بالسؤال اللي رح يظهر على الشاشة وجاوبوا عبر تطبيق رؤية ليكون عندكم فرصة الفوز بجائزة السؤال. وهلا بدي اتمنى لكم سهرة سعيدة مع شاشة رؤية، ودائما لمتنا غير.